ذهبت هذه الحيوانات إلى أبعد الحدود من أجل البقاء. السلام عليكم مشاهدي القناة الكرام. كما يقولون فإن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، وتظهر العديد من الحيوانات ذلك بأكبر قدر ممكن من الوضوح. بعض الحيوانات الصغيرة تمتلك قدرات خاصة جعلت الحيوانات المفترسة الأكبر تتعامل معها باحترام. النملة. سلاح بعض أنواع النمل هو حمض الفورميك الذي يصيبونه ببساطة على خصومهم. علاوة على ذلك ينتج جسمهم أيضا كوكتيلات نادرة تتكون من مركبين كيميائيين معقدين، مما يعطيها رائحة الليمون اللطيفة. هذا الخليط السام يضرب ويخترق الأغطية الخارجية للعدو، والنمل قادرا على ضرب هدفه حتى من مسافة لائقة. على سبيل المثال، ليست مشكلة بالنسبة له على الإطلاق على المعتدي حتى من مسافة نصف متر، أي 500 ضعف مرة طول جسمهم. الأبسوم. اتضح أن حيوانات الأبسوم الصغيرة تمتلك حيلة مذهلة في عملية الدفاع عن النفس. عندما يهددها خطر، تتظاهر تلك الحيوانات الجرابية فورا بأنها ميتة، ويبدو كل شيء معقولا جدا. يسقط الأبسوم ميتا بعيون زجاجية. ليس هذا فقط، إذا لم تخف هذه الصورة المفترس، فإن الحيوان أيضا يفرز مادة خضراء كريهة الرائحة من الغدد الشرجية. لكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن حيوان الأبسوم يغرق في غيبوبة عند تمثيل الموت. السحلية المقرنة. للوالة الأولى يبدو أن الحيوانات المفترسة مثل الصقور والثعابين والكلاب والذئاب لن تهاجم مثل هذا المخلوق غير الودود بسبب قرونه، لكن هذا الحيوان من جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية يدافع عن نفسه بطريقة مختلفة تماما. في لحظة الخطر ترمي السحلية الدماء من عيونها. يحدث هذا بسبب حقيقة أن هذه الزواحف قادرة على زيادة ضغط الدم داخل الجمجمة بشكل حاد، مما يؤدي إلى انفجار وعاء خاص في الجسم يطلق الدماء على مسافة طويلة إلى حد ما. علجوم الحصي. آلية دفاع ضفادع الحصى فريدة حقا، والحقيقة هي أنه عندما يكون هناك أي خطر فإن العجوم يتكرر على نفسه ويتدحرج إلى أسفل المنحدرات الصخرية التي يسكنها، ولا يوجد أي ضرر للضفدع نفسه من مثل هذا السقوط، حيث أن المخلوق خفيف الوزن وعضلاته قوية بشكل غريب. والضفدع يحمي نفسه بهذه الطريقة من الحيوانات المفترسة مثل الريتلاء، وهو يقوم بذلك بنجاح كبير. فالمظهر والألوان بشكل عام لا تسمح بتمييز هذه الضفادع عن الأحجار. الروبيان ذو المسدس. ربما لم تسمع من قبل عن الجمبري ذو المسدس أو الروبيان ذو المسدس، والذي يختلف عن الأنواع الأخرى فقط في أن لديه مخالب ضخمة يمكنها إطلاق النار بفضل هذا الجهاز. الروبيان قادر على إصدار أصوات عالية حادة تشل الحيوانات الأخرى. علاوة على ذلك يمكن أن تكون هذه الطلقة عالية جدا، لدرجة أنه حتى كوب زجاج صغير سوف ينكسر بموجة صوتية، وهذا أمر مثير للإعجاب حقا. كرات الطعم. إن رؤية مجموعة صغيرة من الأسماك الملونة تحت الماء أمر رائع بالطبع، ولكن هل ترغب في أن تكون داخل كتلة دوامة ضخمة من الأسماك المتلألئة التي تتحرك بشكل جماعي؟ فهذه كرات من الطعم، وهي مجموعات كثيفة من الأسماك تتحرك وفقا لنفس مبدأ أسراب الطيور. وتتكون كرات الطعم هذه من مئات الكائنات الفردية، وهي آلية دفاع ممتازة ضد الحيوانات المفترسة. أسماك القرش على سبيل المثال سوف تعامل هذه الكرات كسمكة عملاقة واحدة. العنكبوت. في صحراء عرق الشبي في المغرب هناك نوع فرعي غير عادي من العنكبوت الذي يتدحرج ببساطة بعيدا عن أعدائه. ومن المثير للاهتمام أن هذه المفصليات تتحرك في شقلبة على الرمال بالمعنى الحرفي للكلمة. في نفس الوقت يمكن للعناكب المغربية أن تتحرك حتى في مواجهة الريح، وهو أمر غير معتاد للغاية، ويمكن مقارنتها مع لاعب الجمباز، لأنهم قادرون على الدوران ضد الجاذبية مع الحركة الدورية للساقين،
وتصل سرعة هذا الهروب من الأعداء أحياناً إلى مترين في الثانية. السرطان الملاكم. هذه المخلوقات الصغيرة لها ميزة مثيرة للاهتمام، فهي تختار شقائق النعمان المناسبة في الحجم وترتديه على مخاليبها. قد تجد هذا لطيف ومضحك، ولكن في الواقع يساعد شقائق النعمان السرطان على الدفاع عن نفسه من الأعداء والحصول على الطعام بشكل عام لكليهما. وشقائق النعمان تتاح له الفرصة لالتقاط بقايا الطعام المختلفة من السرطان. النحل. أكبر أعداء النحل هم الدبابير الآسيوية العملاقة التي تهاجم وتدمر الخلية وتقتل 30,000 نحلة في 3 ساعات فقط. لكن النحل تعلم مقاومتها عادة عندما يقترب من الخلية. عادة عندما يقترب من الخلية يكون النحل العامل الأكثر في انتظاره، وعند الدخول يحيط النحل بالمعتدي بسرعة البرق ويهاجمه. يصنعون نوعا من الكرة من أجسادهم، ويستخدمون أجنحتهم للدفع إلى الداخل، ويتم تسخين الهواء عن طريق التوتر العضلي. وعادة ما ترفع درجة الحرارة حول الدبابير إلى 47 درجة مئوية، وهو أمر قاتل بالنسبة لهذا الدبور. لذلك يموت المفترس مخبوزا حرفيا وسط حشد من النحل. خيار البحر. الميزة الرئيسية لخيار البحر هي أنه يمكنه تغيير حالته الجسدية بسرعة من الحالة الصلبة إلى السائلة عندما تكون هذه المخلوقات في خطر، فإنها تتحول إلى ما يشبه البطاطا المهروسة. ولكن إذا لم يكن لديهم الوقت للاختباء من المفترس، فإنهم يتحولون من الداخل للخارج لتعريض المريء وعصير الجهاز الهضمي السام الذي يلدغ المعتدين بشكل مؤلم. وكذلك خيار البحر يمكنه إلقاء قطعا من أمعائهم التي تتعافى بسرعة. سمندر مائي. تستخدم هذه المخلوقات الصغيرة عظامها للدفاع عن نفسها ضد الحيوانات المفترسة، وهي طريقة رائعة حقا، وإن كانت مزعجة قليلا. لتتعامل مع الأعداء عندما يكون في خطر، يمكن للسمندر أن يدفع الأضلاع للأمام ويخلق طفرات واقية من خلال الجلد المشدود، وهي أيضا سامة، بينما يتعرض المهاجم للأشواك السامة التي تسبب ألما شديدا أو حتى الموت. يتعرض السمندر نفسه لتأثيرات سلبية كبيرة من تناسخه، ويمكن تكرار هذه الحالة مرة تلو الأخرى. النيص. يمتلك النيص أحد أفضل الدفاعات ضد الحيوانات المفترسة، لأن شعره الحاد يشبه الإبر. في الواقع هذا الشعر المعدل مغطى بطبقات من الكيراتين الصلبة. في لحظة الخطر يحاول النيص ردع المعتدي بشكل أقوى بالإبر الموجودة على ظهره، والتي عندما تدخل بإحكام في جسد العدو تتلقى الحيوانات المفترسة إصابات خطيرة. علاوة على ذلك قد يموت حتى من الالتهابات، لأن الإبر تتلف الأوعية الدموية والأعضاء الداخلية. القواقع. تستخدم هذه المخلوقات الصغيرة التي تسمى القواقع القتالية قوقعتها بطريقة غير عادية تماما. بالنسبة لها القوقعة ليست ملجأ بل سلاح يمكنها تحريكه 180 درجة في أقل من ثانية، ويمكنه طرد الخنفساء المهاجمة على سبيل المثال. اكتشف العلماء الذين درسوا آلية الحماية هذه أن قوقعة القواقع المقاتلة أكبر بكثير من القواقع العادية. قد يعني هذا أن مثل هذه الصدفة الكبيرة ساهمت في نمو العضلات بما يكفي لتأرجحها. تنين كومودو. هذا الحيوان ذو سنين سنا خطيرة للغاية، هذا أمر لا شك فيه. ومع ذلك ليس فقط عدد الأسنان وقوتها هي التي يجب أن تخشاها، فالحقيقة هي أن البكتيريا المسببة للأمراض تعيش في جزئيات اللحوم المتعفنة التي تعلق بين أسنان التنين. على وجه التحديد بسبب هذا، فم هذا الحيوان هو ببساطة مليء بالعدوى المختلفة، يكفي فقط أن يعض ضحيته ثم تنتظر الموت المؤلم. ضفدع. يستخدم ضفدع ألاسكا أيضا طريقة غير معتادة للحماية، ولكن ليس من الحيوانات المفترسة ولكن من الظروف الجوية. ولكي نكون أكثر دقة، هذا الحيوان يتجمد حرفيا لمدة 7 أشهر. مع وصول الطقس البارد يغطي الجليد الجسم كله، ويتوقف القلب والدم يتوقف عن الدوران، وتعمل الرئتان
وتسمح هذه الآلية الوقائية لهذه الضفادع بالبقاء أحياء بنجاح في فصل الشتاء.